السلام عليكم متابعينا وانا كيبقى لاباس عليكم، نتمنى تكونوا في احسن حال ان شاء الله العالمين. تما كتشوفوا هذا الفيديو، الحمد لله الحمد لله خوتي على لطف الله، ربي كيستر، اللهم لك الحمد. هادشي اللي غنقول لكم، اش نقول لكم؟ وحق الله ربي كيدير السبب باش انسان ما توقع له حتى حاجه خايبه، وهادشي فضل الله، اللهم لك الحمد. الصباح خوتي فقنا فطرنا، اللهم لك الحمد، فطرنا عادي عادي جدا. قالت لخالتي فاطمه باش نديرو الغدا، قالت لي سيري في الفريكو راه كاين واحد الميكه ديال الحوت، جبديها ديريها لنا ان شاء الله نديروها الغدا. خورتي انا الخرجه اللي غنجي للفريكو، عطيو داك الفريكو بعدا الكبير اللي عندنا، كرا واحد الفريكو تبارك الله عندنا كبير، غنوريه لكم دابا. ديال هو ديال كنا شاعلينو من المناسبه ديال خالتي فاطمه اللي كان جات من الحج، كنا شاعلينو ودارين فيه داكشي كامل، عندك الماكله اللي شاط داكشي، لقاش ديك الماكله كلها خليناها غير حاجاكم غير الكلاب، داكشي كياكلوا داك الماكله، يعني كلشي ضرب عليه واحد الثمن زوين، الثمن اللي ناقص شويه. وفجيت انا دابا انا خارجه الصباح باش نجيب داكشي، راه عاد خويناه جينا باش نجيب داك الحوت داكشي، سمعتو كدير واحد الصوت يا خوتي في الفركه تضرب واحد الجهد ومخنوق. سيري خاطري. السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي، تحيه لكم كاملين، الله يسهل اموركم ويرفع درجتكم، والله يستركم ويجيكم من كل افات ويحفظ لكم وليداتكم، الله يسعدكم في حياتكم ويسعدكم مع ازواجكم يا رب العالمين، امين، ويمشي لكم وليداتكم تشوفهم في اعلى المراتب يا ربي، الله يدير لكم طريق الضيق، امين، الله يحقق لكم داك الشيء اللي في الامنيه ديالكم، ربي يحقق لكم ان شاء الله. اللهم امين. والله الا واحد خلع عيانا وفاء الى زعما. اخوتي وحق الله. الحمد لله يا ربي، ربي تيدير السبب. الله يهديك. ونكمل لكم اخوتي دابا فاش خرجت انا لقيت الفرفره كتضرب واحد الصوت بحال اللي غتفركع، صافي كتقول الله يستر شي حاجه غتطرطخ بحال اللي غتطرطخ. دابا انا خارجه صحبتني انا الراجل اللي كيعاون الحاج هنا في الداليه وداك الشيء، قلت لها راه برا راه كيدير شي كيسقي ولا كيدير شي حاجه، وتولي كاين الصوت هذا جاني في شكل، يعني الصوت كامل غادي يديروا تيفرفر داك الشيء. انا جايه باش نهز الحوت من الفريكو، قالت لي اول حاجه نديرو نخويو بعدا نخويو ونحيدو البريز، بغينا نطفيو ما عرفناش البطونه ملي غتطفى، قلت له هذايا خاتي قلت له غنحيدو له البريز باش نتهناو، يعني واخا طفيه الاحسن تحيد البريز. حيدنا البريز اخوتي هادي هادي طوموبيس هادي وقيلا شكون تحلم الماء عاد تتحكمي في هاد دابا حنايا الحاج اللي شعلو كتحكمي في هاد اللعيبات هادو. الله يعطيك رضا راه خويهم تيحيد البريز. والو اخوتي والو صح ما عرفناش اخوتي واش تحيد وفاء البريز وقيلا الدرع باش تجبد لي بعدا البريز اخوتي واحد الريحه طلق. شوف شوف واحد الريحه يا خوتي طرق. شوفوا 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 هذا سخون، هذا سخون طايب طايب طايب، هذا قبيلك سخون طايب ما تقديش حطي يدك فيه، وتا هذاك البلاصه اللي كان فيه كان مديون دوبل بريز دوبل بريز. هذا هذاك اللي هو دابا عيا لاشارج. شوف شوف انا شوف انا حنزور لهم وريهم شينا كي ولا داير. شوف 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 البلاصه اللي كان داير درنا عليه لاشارج، قال درنا عليه بزاف دابا منهم ثلاثه خدمناهم ثلاثه خرجنا جوج فريكوات وهو شتي خوتي. شوف كي داير هنا دابا البلاصه فيه كانت مديوره هذا، عرفتي الريحه 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 الريحه، عرفتي فاش جبت واحد الريحه ديال الشياط ما نقول لكمش، عرفتي حيدنا طفيناه. وفاء خالتي بنيتي تكون تفرقع الله يستر. ودابا كنتخيل دابا ما خرجاش نجبدوا الحوت، راه يبقى هذاك الله يستر تفرقيعه الله يستر ديالو حدا الثلاجه، عرفتي صافي تفرقيعه خايبه الله يستر. اقسم لكم بالله العظيم اللهم لك الحمد. هذيك التفرقيعه اللي كان وقعنا الله يستر ديال الحمام راكم شفتوا، وقعت فينا الخلعه وقعت فينا الخلعه الخلعه خوتي وحق الله العظيم، الا وقعت فينا الخلعه هذيك التفرقيعه ديال الحمام ما تنساتناش صافي كنقولوا صافي. دابا شفنا بحال هكا بانوا خاطر كنبدا كنتفتفوا كنقول يا ربي غير تسلكي تسلك، عرفتي في اخر لحظه طفيناه قلت لها خاطر هذا بقى يتشعل، الا كانت شي مناسبه بصح نيت والله لاخاش تيكون الكثره تيخص الماكله يعني تبقى محافظه وداك الشيء هذاك عاد تشعل لاخاش كبير. شوف قداش تبارك الله يعني هذا دابا كنرى يدي ما عرفتش شحال يهز، حنا خوتي كنشعلوا غير واحد جوج صغار هما اللي كنشعلوا، اما هذيك اللي صافي كتشعل اخوتي غير المناسبه المناسبه كتصل كتشعل في المناسبه صافي. ويتبدلوا البريز يحاولوا تبدل البريز ويشوفوا المشكل ديالو شنو كاين، نتمنى ما يكونش خسر لا وقع له شي حاجه والله العظيم، واني الحمد لله لطف الله هادشي كيوقع، ولكن فاش تشوفي الحمد لله كنقتي الموقف وما وقع والو كتقولي الحمد لله اللهم لك الحمد، كاع واخا كان وقع الانسان دائما الحمد لله والله الانسان ما عرفش ربي شنو حيد عليه ولا الحمد لله. سلكنا منها خوتي سلكنا سلكنا منها بحال كتسلكي الشعره من العجينه والله. خاتي فاطمه راه غادا دير لكم واحد الوصفه ديال الدجاج كديروا باش كيبيض، ياك خاتي كديروا باش يبيضوا هاد الوصفه اللي كديري دابا باش السودانيه البارح وجبتها. هذه الزريعه هذه رميتها مع النخاله. وين خاطر ما تجيبش حرام؟ لا لا ماشي هو شنو ما ياكلش. هذه الزريعه هذه رميتها مع النخاله هذه الزريعه ديالها. كتعجبهم؟ اه
كنا تما درتي مع باقينا مطحون هذا تبع النخاله هنا دابا شتي راه حاره هذيك السودانيه اه انا باخذ لك كمامة على ودرت النظاظر خاصك كمامة ونظاظر باش عق حنتها لحقاش لا تدخل في عيني دابا هاد النيت هاد الخلطه هادي الدجاج تطيح رخيصه شو بالنسبه لك اخوتي دابا النخاله والدجاج وقد ديري معهم حتى الماء السخون داك كيدير لهم لا حتى الماء السخون في البرد فاش يكون البرد اخوتي كتخلطي شي بالماء السخون الخبز اللي عندها الدجاج كتبغي البيض البلدي وداك الشيء تخلي دابا واحد المشكل واقع عليا دابا الدجاج مالو الروينه دايره حتى نمشيو نشوفوا على المشاهدين اللي عنده شي فكره يقولها لنا اها درت لهم واحد البلاصه فيها البيض والصعب ما عرفتش يدخلوا معاهم هذوك الناس ما تيخليهمش يعني ما كيخليش البلاصه ديال دابا الحبش باش كيخيبوا الصراحه الحبشه واني خاطر كيعز هو غادي تسمعوا الحبش شي غوت هذاك ما عرفتش سميتو هو سميتو الحبش ما عرفتش شنو سميه اخرى الوز لا ماشي الوز دخلت الوز اللي بغيتي تحيدو ولا الحبش هذاك الحبش الحبش هو داك الصغيور هاي داك الحبش داك اللي تيغوت هذاك الصغيور تيكون في الكري هذاك غاد 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 يا ربي هذاك كاين الوز الاخر الكبير الوز اه وانا نحيدو قال خوتي بغيت تحيدو ولكن زوين العصا هو خوتي سمعتي غوت غير نوضت راه كاينه شي حاجه دابا الخبز عاد نقول عليهم الفاني صافي هذيك السودانيه عندك واقع كثير الشرمل الدجاج الشرمل والله هينا غيكون لذيذ هاد الدجاج ما شوفوا تلقى السودانيه شوفوا شوفوا شحال نمشيو دابا نعطيوهم صافي دابا غير هكاك اخذو كياكلو صافي كون دير اختي هاد البانيو حمر ودي ما ديش السطو معليش تشو 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 الله يا بحضو بديك الحفرة ماما مدينة تبارك الله ما شاء الله زوينين زوينين الله لا راح الله شي فيه الرحم نفسيه بزاف اخوتي والله العظيم الدجاج وكتحس بحال واحد الريحه سبحان الله زوينه شوف 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 يا لالا يا لالا يا لالا شي غزاله هاي 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 هتزال عندهم زيادة الفلاس الفلاس كبروا هذه الخضرة اه والفيومي تا هو هاي 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 شنو عندهم العنب كلاو العنب تيضيع ولكن اخا تدار الشمحة اللي غادي تدوخهم شوية العنب هذا يولي راه غيسكرهم انا ضحكت عندهم القصارى الله الله يا العنب هذا راه كلو كلاو ها مالهم ها القرية الخضرة اللي كانت الخضرة ولا شوفي 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 الفلاس شوفي الفلاس هاي هاي شي خاطر دخلهم بلاصة غادي مسكين مساكن ما يوصلوش حتى الاخرين الصغار لا تيقتلوهم تيقتلوهم تيخلوش مساكن ياكل دابا الشاف الصغير هذا ما تيخدمش داك الحبش راه هذاك هو الحبش راه هذاك هو الحبش اخوتي اللي قلت لكم هذيك ربعة الشفارة راه هذوك اخوتي هادو شحال عطيوهم مطورين واحد مطورين هادو خاطر غير حيدو مبيعيهم والله بعد البيبي مسكين خصو النتوى ديالو مات قتلاتها يا حليله شو 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 صغير ورينا الريم الريم احمد زوريم اه مرام ديك البورت كريات هادوك عاد زادو شو كذا قتل شو 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 يا زيد لك معاه وحده جراي واحد صافي هادوك ما بغاش تكثر عليها الولاد في عيني ربي الا قبوت على الدراري صافي تخم مرضه في راسها قبات وخرقات ها انت اه راه القباس شنو تبارك الله ما شاء الله جرى ثلاثه وحده جرى راه هذيك مزوقه هي جرى واحد فين هي ها هي راه مرجيب بيبي ما حماده دارها ها بيبي بيبي وين هذه ما حاصل حاصل سير 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 حمزه جبدو سير سير كيما كتحصله حصل راسها شويه كيضربوهم هذوك الحبش سميتي اه مساكن تيقتلوهم شو مسكينه راه كانت واحله داك الشيء الشحه ديال مسكينه مقبعه غنطلقها باش تاكل تكون مازال ما وصلت تكون فيها موت الجوع هذا يلاه سير سيري سيري هربي 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 مقبعه راسها تما ولا
انا دغيا جبدتك ما كانت غير مخبعه. دابا هذوك المساخط كيبقى يضربوهم هذوك العفارت هذوك كيقتلوهم ساكن بلاصه تاع الفلاس الصغار ولا داك ساكن تتحقروا. انا بغيت نوريكم اختي فاطمه راه كاين الداخل داك الشيء ديال البيض عندهم الحديدات ودابا شوفي مشاو تيبيض ولا دايرين بلاصه البيض هنا نجي حمزه تشوف الباص صح هذه الرويلات اليوم ما عرفنا ندير بهم وروني اش داير انا الفلوس ما ينتفعتي ها الفلوس اش ولا ميت هذا الشيء فين هو ها صغير ماشي هذا انت دابا درت لهم تيبيضو دار لي باباك هاد المجيرات هادو الساعه والو شتي هذيك فين دابا قرقت ها عاوتاني بغا يضرب هنا شي وحدين هي بيضة هي وحدها ويني تيدخلوا هذوك الدجاج الونو الدنيا تيريهم شوتا وحدايا قرقة هنايا ها هي وعييت زعما ما نهز لهم باش ما يدخلوش عندهم وهادو داروا الروينة نجمعوا دابا البيض من هيك أرجع وقع ديك الشبكة يا ربي نجمعوا فيها يا ربي يحفظ الهدى ربي يحفظ الهدى خوتي والله ما قديت ها ريحته مزهدة دابا أنت أي حاجة غادي تجيك ربي تسمح لي ما ما عنديش مشكلة خاطي كتعرف أنا ما عنديش وقت شتي شتي الحبشين بايض كرفصوا هاد البيض كاع شتي دابا حفر هنايا الحبش شوف شوف داير البيض ديالو قالك الحبش ها هذا راه ديال الحبش هذا شتي داير حفره هنا قالك بايض هذاك راه ديال الدجاجة تاعك كاين شي وحده تما ماشي ديال الدجاج ها دابا تما ماشي ديال الدجاج لا كلهم ديال الدجاج هادي يا دجاج دجاج دابا نخلي لهم وحده ضروري يبقاو يبيضوا عليها هنا حيد لهم ثلاثة حتى يلونوها صراحة مروحين الدنيا خلي لهم هادي شو كيردوها نكفصو البيض دابا ما يمكنش ما خصوش كاع في التغسل شوف شوف المرأة هي وحدها هادي دابا هاديك راه كنديرها العش تما وهبشو هنا يلاه الحبش دابا ما تبينش في بلاصة دابا عاد راني قلت هذا نجيبو شي كيما كان تبين كيما كان اه هو ما تيبغيش البيض ديالو يتقاس باليد الا قصتي له باليد تينفر البلاصة انا شفت واحد ثلاثة الحبات كنت خليتهم له تما كنت خليت شي حبات ساعة دابا شو زلعوهم زعما خليهم تما تيفقصو بقى والو صافي سير البيض ها داك الدجاجة كتشي كتخبع ماشي كتنوح لها داك الدجاجة كتشي كتخبع راه غادي ندخل عاوتاني تخبع داك الدجاجة داك الفلوسة كتشي كتخشي راسها تما كتخبع الشمس تيقتلوها ها هي اللي كتخبع راه ماشي كتنوح لها ضربوها مسكينة اه كتشي تشكري كتخبع راسها تما هذاك الحبش لا الحبش تيضرب ليا الدجاج دابا دخلتي الحبش هو بالليل ملي كتشديه يكون ناعس شديه اخاتي شديه راه دابا هنا نشدو لا شديه اخاتي والله دابا انا بغيت نحيدو عليا وندير غير الدجاج هنا اه الدجاج بركة غير الدواجن واخا هو من الدواجن هذا كتحسبش ما بلاش فيه دواجن انا هذا هي العصابه ديال الدواجن هي هذه دابا كتحقرو راه غنقول لك تيرقب تيخلي الدجاج كاع ياكل ما تخليش لا والو ها قالنا الشمس تتحلى وهما الشمس كتعجبهم السخونيه شوف شوف فين دخلت شوف فين دخلت عاوتاني راه فين تخبعت عاوتاني راه بحال اللي باغا تخرج كيتنا الله اعلم ها حيت كانت برا هادي اه باغا تخرج كتقلبني تخرج صافي هما كلاو لهم هادشي نفس كل اللي داروا لهم داك البالات هكا صافي تجمع مابقى شي برا بقى شي تلون صراحه بالله بقى شي برا كتلون لا كانوا تيلونوا الدنيا دابا راه نكرطوا لهم هادشي غادي نحيو لهم الدنيا هنا يتنقى هادشي تحيد داك العنب صافي كلشي اه تبارك الله ان شاء الله شي زوين ناس كرطوا لهم الداخل وهنايا برا دخل داخل تاع الريحه خاصها تدني شويه مجهده ما ها البيضات شوفي شنو كيردوا هذا دابا الطاط بغاو يستعملوه في الزكو غسلوه شويه في الزكو دابا تغسل وتحيد باش كتغسل كيولي زوين دابا مازال ملون عندي الصراحه هنايا الدعوه اه ها حتى الحبش ما مخلي لهم شي واخا جمعت هذا مازال ما دايره لهم شي شنو انا شبعان ما بغاوش ياكلوا لا شبعان راه تيعطيهم كلاو الولد مسكين تحيه ليه تيعطيه مسكين ياكلوا هيا هذا اللي زوين في وقت عمو اه شحال عمو الصباح توتا هذه واخا رانا تراسها توتا ها ليك حطت لي ها
انا خوتي عزيز عليها الشجر بزاف. ايوا هذا عاد الطاس اللي دير اه راه حتى اللي دبدس انا عزيز عليها الشجر بزاف. دابا هاتو حتى هنا ودرنا حتى الثاني عطينا بقى شي كبوتي د الله هما والكركاع اه تشوف الكركاع تيض الله زوين زوين سديتو سديتو صافي. دابا هذيك قلنا الموت كاع ما تفيدها واخا دايرين حنا كنا دايرين الليمونات. لا لا خليها خليها صافي يكون داك توت الكحل ها يكون داك توت الكحل يا ما عرفت الحشرة هذيك واقيلا بيضة بالحق بيضة بيضة اوكي. اشنو الشجرة عرفتي كيعطي واحد الديكور تبارك الله. انا واش انا الفيلم ما كتعجبني خوتي بالشجر درنا شي وحدة لا ما عرفتش بيضة ولا كحل هذه. اه هذه راه بحال هكا وهذاك راه الكاليبتوس اللي هي كبيرة هذا الكاليبتوس كاليتوس هذيك راه هذيك الشجرة راه ماشي حنا اللي زرعناها راه كانت في الأرض ملي شريناها. لا يا خويا هنا زرعناها هي وهذاك الزيت اللي زرعناها. كاين واخا داير ما خالتي شوفي ما كلاش ما كلاش ما كانش شبعاني الشم ما شبعاني الحار بصح واقيلا ولا شبعاني ولا شبعاني راك انت قويتي لهم الحار كركاع اللي ما صدقناش هنا كاع كركاع هي ولذيذ عرفتي عندهم لذيذ صالح الكركاع عرفتي لذيذ وبنين والله الكركاع ويلي ما صدقش والو تيكبر وتيطيح سبحان الله اي حاجه صحتك. هيا وفاء وهنا ما سمحتلاش هيا فوق راسك فوق راسك لا لا فوق راسك فوق راسك هادي حدا صعب تطلع على صعب هادي لا لا فوق راسك هادي واحده اخرى فوق لنا جوج دابا هذوك اللي طرقوا هادوك طايبين شتي هادوك واجدين لا حلال لهم شنو كنقول شوفي عينك شوفي شنو كتدير تاكل كركاع وجدت تا هو ياكل ايوا صافي بحال هكا تاكلوا ها سير دابا هذا هو الجزر ديالو اللي تيحيدو منو السواك ها واش ارميه ارميه ما زبيش ما زبيش ما يعجبكش ما زبيش هرسي انا وافا هرسي ها ما زبيش ما عليش ها هي واحد الحجره هنا ها هاي بسم الله حتى داك البطو وهذيك راه البطو والكناره مشاو صافي دلو غير هما مزيان بعدا بسم الله هاي 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 دابا خصو يتحيد حنا ما تنديوهاش دابا تبي وجد لا دابا وجد صافي صافي شتي هاكاك راه واجد صافي هاد المرة ما تلقاوش خاطر تلقاوني حدا الكركاعة كناكل صافي بقى هاكا حمد قول له ما قدرتش هاكا خاطر هاكا العين كولي كولي دوقي دوقي تلقاوني حدا الكركاعة راني كان اصلا البلاصة جيت الكركاعة كتعجبني انا عامرة بالشجرة اخوتي عامرة بالحناش دخلت عليك ما عمرك شي حناش لا ما يكونش لا محاش الريحة قلت لها بعدا الريحة قلت لها ما تكفيش الزفرة قولي لا كولي كولي اي وحدة أخرى اي وحدة أخرى شدي وحدة أخرى كيكون مزال عطيك طريف اي خرجت عطتني وحده اخرى خاتي فاطمه طلعت بيضه ها انتما حقاش غير هذيك الحداش عرفتي جديد باش ما تيكونش مازال ما طافش واحد الدواعره شوفي شوفي كيتفضل شتي ما كيولش لا حيت دابا جاي وحده 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 خصو يتنقل شو هذه قداس تبارك الله تبارك الله هذه الحداش الشمس شوفوا 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 هرسي واحد غادي يكون بحال هكا بحال كان خاتي يكون وحده الشمس كون ديتو ديك الساحه تما ويلي كي غيولي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله ودابا تغسل المصنع ما الشمس خي ما عرفتش هلا الحيط 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 دابا هذا الحيط دابا كله دابا دير عليهم المهم اخوتي بما نطولوا عليكم شكرا لكم بزاف ردوا البال ردوا البال خوتي بزاف لهذا الشيء ديال الالكترونيكات شي خوتي ما عادش نلعبوا والله كيدو البريزات راه خوتي شوفوا في هذا الفيديو راه كدايرين غير مازال فينا الخلعه وداك الشيء والله الا ردوا البال خوتي الشيء ما معاش اللعب والله يستر اي واحد الله يسترنا يا ربي امين وشكرا لكم على التتبع ديالكم امين يا ربي امين وكنشكركم بزاف اخوتي طحت لي الكركاع المهم تهلا في راسكم حتى فيديو اخر ان شاء الله نتشوفوا بسلام عليكم ها هو في العوافه ها هو اخوتي تنقز من السرجم مسقوط ياك نقز من السرجم هنايا لا 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 السرجم نقز هنا علاش خلعتيني علاش واش حنا راه قلبنا غيسكت يا دابا انا تنتهلا فيه اه دابا سمعت صوتنا انت تتبعني مسكين ماشي حشوم عليك خلع حنا اصلا خلعوا عيد عرفتي هو فاش سميتو طوكيو واحد المسكين كان عندنا خوتي مشى هذاك القطع فاش مات ولا ما نعرف شنو دار المهم ساعات كنا مازال ما كنا هنا تنجي وحطيناه هنا وكنجي صافي جينا واحد المره ما لقيناه صافي واش حيت ما كناش مشى بحالو ما عرفناش مع الذكر خصو ضروري نتوما طوكيو اجي 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 تبارك الله خرج لراس هذا زويون اه يوم يبتهلا في راسكم اخوتي هاد النهار ديال الخلعه خليوها على الله يا سير